السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أقدمكم موقع جد رائع لتعلم اللغة الفرنسية، بحيث أنا شخصيا قد استفدت منه الكثير وأود اليوم أن أشارككم هذا الموقع. إذن لنبدأ على بركة الله. إذن نذهب إلى الموقع جوجل ثم نكتب Langage Guide. إذن كما ترون هنا موقع اسمه Langage Guide. إذن أقوم بالضغط على الموقع. هنا ألاحظ أنه يتم اختيار اللغة التي أريد تعلمها. تلاحظون هنا اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية وما إلى ذلك من اللغات. أقوم بالضغط على اللغة التي أريد تعلمها. إذن أريد الضغط على تعلم اللغة الفرنسية. إذن أقوم بالضغط، وهنا يقوم بإظهار جميع الدروس باللغة الفرنسية كما تلاحظون. إذن الموقع يحتوي على vocabulary أو vocabulaire، وعندنا grammar أو القراءة، reading أو la lecture. إذن vocabulaire هنا يحتوي على جميع المواضيع ما فيها الترحيب، الكتابة، الأرقام، الجسم، الملابس، التغذية وما إلى ذلك من الدروس. وهنا لدينا grammar أو grammar، بحيث التنقيط، punctuation، conjugaison، كوموند، بارتيسيبتونس، ما إلى ذلك من الدروس في الغرامير. وهنا كذلك يعطينا بعض النصوص للقراءة كما تلاحظون هنا شير مامان شير بابا لو بون لو كوشمار لو ليسي. إذن بور تعلم، هنا لتعلم القراءة باللغة الفرنسية. إذن نأخذ مثال بسيط، سوف نذهب إلى فوكابولير ونأخذ مثلا درس بسيط جدا، مثلا نأخذ مثلا ليفيتمون دوم باي اكزامبل ليفيتمون ماسكولان. هنا يحتوي على على مجموعة من الصور التي هنا يحتوي على مجموعة من الصور للملابس الرجالية. عندما أضع الفأرة فوق الصورة فإنه يعطيني الكلمة كيف تنطق وكيف تكتب. الشابو كما ترون إنه سهل جدا. La cravate. Le costume. Le gilet. Le smoking. La semelle. La sandale. إذن إنها موقع جد رائع. كذلك ممكن نأخذ مثال آخر، مثلا لفخوي. لفخوي. La pomme. كما ترون إنه سهل جدا ورائع. La cerise. L'avocat. les raisins secs. إذن هذا من أفضل المواقع التي أحبها في تعلم اللغة الفرنسية. كذلك عندما أذهب إلى مواضع القراءة أضغط على هذا الموضوع شير مامان شير بابا. شير مامان شير بابا. me voilà installé à Montpellier. j'habite avec une famille très gentille. Jacques et Marie Trappé et leurs enfants Cécile et Juliette. je trouve leur maison très belle. mais ils ne sont pas contents et ils cherchent une autre maison à la campagne. إذن ممكن أضغط على play أو pause لقراءة أو وقف النص. avec des chambres individuelles pour les enfants. إذن كما ترون إنه موقع جد رائع، أتمنى أن يستفيد منه الكل وشكرا.